لي حصل بعض الأمور من ضمنها هل الصحابة رضي الله عنهم اقتتلوا في السلطة، وهل يتكلم في هذه المسألة؟ دي مسألة. المسألة الثانية، الذي يقول هذا القول هل يبدع أم أنه لا يبدع؟ هذا السؤال. طيب شيخ أحمد فضل هل النصر في الملأ يشهر بيهم؟ إذا كان رجل قام بدعوة للعقيدة 30 سنة جابها الصوفية وجابها للبدع، لو فقط في الدعوة إذا أخطأ يعني نسبس له فضل ونقول هذا الرجل لو فقط في الدعوة لكن أخطأ في المادة الفلانية، ولا نمشي ننصر وبراه؟ ولا والله يا معنى ما جينا ننتغل من زول يعني لنفسنا نحن، ربنا بيشهد ويعلم هذا الكلام يعني، ولا جينا نجرح لنا زول من أجل مصلحتنا الشخصية أو الدنيوية أبدا. أنا أضرب لكم مثل هو من أفضل الأجوبة على هذا السؤال. الزول اللي بدعو للعقيدة 30 سنة ده خلاص اللي هو محمد مصطفى عبد القادر، لو أنا قلت أنا ده محمد مصطفى 30 سنة دعوة إلى التوحيد والعقيدة دي ما كانت لله، إنما كان دار لك كرسي في الحكومة، هل أتباعه هيقبلوا والمقربين له يعني بيقبلوا يا جماعة؟ بيقبلوا؟ ما جاوبوني يا جماعة، بيقبلوا؟ ما بيقبلوا. طيب كيف أنتوا تقبلوا إنه هو يقول الصحابة كتلوا بعض من أجل السلطة والحكومة؟ لا أنا ما قصدي أنت أو هم، ده من باب ال فضل. ها فضل أقفل المقرب. آه أحسن أقفل، أحسن صح، أحسنت أحسنت تمام. ولذلك الموضوع ده شو موضوع غير. طيب تكلمنا في الدعوة بس أصل موضوع متصل لنا هاي شيخ أحمد بيّن okay. تكلمنا في التوحيد، تكلمنا في السنة، تكلمنا عن الصحابة ما لدينا أي كلام فيه. طيب الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أخرج الإمام البخاري في صحيحه أن رجلين جاءا والنبي صلى الله عليه وسلم خرج من المسجد أو أراد ولم يخرج، أراد أن يقلب صفية رضي الله عنها وهي تريد الرجوع إلى بيتها بعد أن أتت إليه وهو في معتكفه صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لما أسرع الرجلان قال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما، قال الرجلان سبحان الله يا رسول الله يعني هل يظن بمثلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وخشيت أن يقذف في قلوبكما، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. يعني أنا والله من الباب ده أخواننا ذيل دعاة ونحسبهم إلى التوحيد، وما اجتمعنا في حزب ولا في طائفة ولا في جماعة، وإنما الذي جمعنا التوحيد والذي تكلم عنه، وهذا الذي يجمع الناس كما قال الفوزان حفظه الله تعالى، واستدل بقوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته شنو؟ إخوانا. فذا اللي بيجمع الناس. في بعض الشبهات تدور حول هؤلاء الإخوة، ومن باب الرد يعني أن العبد يرد عن عرضه وعن عرض أخيه، أتينا لنناقشها. دقيق شيخ إبراهيم، معليش شيخ إبراهيم، خليناتم أي في بعض المسائل نحن بنوجه فيها أسئلة إن شاء الله، والأسئلة بتكون مباشرة، والزول يسمع من صاحب الحق نفسه زي ما سمع من الطرف الثاني، يسمع منه إن شاء الله، وزي ما ذكر رسي عشان الناس ما تشوش البرة ما عندهم علاقة بالمسألة، صوفية وتعباني ما عندهم علاقة، الناس اللي موجودين إن شاء الله توجه لهم توجه الأسئلة. ونحن بدينا بالمسألة دي اللي هي مسألة أنا برجو إنه الناس تبدأ بها. الصحابة بعض الناس قال اقتتلوا في السلطة، بالتحديد ممن يعني من الدعاة الموجودين محمد مصطفى عبد القادر. اسمه ذاته خليه. لا بعد ده بنجيب اسمه ما مشكلة.
الميكروفون قفل. طيب وإن كان مسجلة الآن محمد مصطفى ذكر المسألة دي، في مآخذ أو في اعتراضات الموجودين ظننا فيهم وده سمعنا منهم وما شهدنا إلا بما علمنا، قالوا المسألة دي باطلة ولا ما ياهو؟ كون الصحابة اقتتلوا في السلطة الكلام ده باطل ولا كيف؟ مش متفقين عليه؟ طيب والكتب بتصحح المسألة وبتبينها. المسألة الثانية، هل هذا الرجل الذي قال هذا الكلام هل يحذر منه؟ وفي نسبة لبعض العلماء منهم ابن عثيمين رحمه الله، نحن دعنا ناقش هل ابن عثيمين رحمه الله يقول هذه الكلمة معليش اكتبن، ولماذا يرد ويحذر من محمد مصطفى ولا يحذر من عثيمين؟ ده السؤال. بارك الله فيك. طيب جزاكم الله خير. والشيخ صراحة قفل الميكروفون، أنا أعجبت بالكلام ده، ليه؟ لأنه في ناس عوام برا قد يقول لهم فتنة يعني. طيب نحن نناقشها بيناتنا، وأنا ما زعلان يعني مضايق، بالعكس تصرف وتصرف جيد يعني. أول حاجة الشيخ ابن عثيمين الكلام اللي قاله في شرحه لصحيح البخاري، قال كما حصل الاقتتال في صدر هذه الأمة، دي الجملة اللي هو ماخذة محمد مصطفى ده سنستدل بها إنه الصحابة كتلوا بعض واقتتلوا من أجل السلطة. ابن عثيمين ما قال الصحابة أصلا، قال صدر هذه الأمة، قال حصل الاقتتال في صدر هذه الأمة. وحصل اقتتال ولا ما حصل؟ حصل اقتتال وفي صدر هذه الأمة، لكن هل الصحابة اقتتلوا في الوقت ذاك من أجل السلطة؟ الجواب لا. حتى لو ابن عثيمين قال حصل الاقتتال من أجل سلطة ولا دنيا ولا غيره في صدر هذه الأمة، بالتأكيد ابن عثيمين ما قاصد منه الصحابة لأسباب. السبب الأول لأنه كلمة صدر هذه الأمة ما كان فيها الصحابة براهم يا جماعة، كان فيها الخوارج. أول مبتدعة وأول بدعة ظهرت في الأمة زي ما قالوا السلف الصالح هي بدعة الخوارج، وانتوا كلكم سمعتوا الحديث الذي في الصحيح وغيره إنه النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بقسم ذو هيبة جاته من البحرين أرسل علي بن أبي طالب، فقام رجل ناتي الجبين مشمر الإزار فقال اعدل يا محمد فإني لم أرك تعدل، دي في رواية، قال له إن كان الله أمرك أن تعدل يا محمد فإني لم أرك تعدل، يعني أنت ظالم يا رسول يا محمد، كمان ما قال يا رسول الله. هل ده من الصحابة؟ أزول ده صحابي؟ ده ما صحابي، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه وعن أمثاله البعدين جاء قتلوا عثمان بن عفان واوا رضي الله عنه، قال يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية. والشيخ الفوزان قال اختلف العلماء في تكفير الخوارج، قال والقول بكفرهم أقرب. الخوارج ده ما صحابة قطع الشك، هل عاشوا في صدر الأمة ولا ما عاشوا؟ عاشوا. وأكبر دليل إنه العثيمين كان قاصد بالكلام ده الخوارج والناس اللي كانوا دايرين السلطة والدنيا وكذا، ما قاصد الصحابة ابن عثيمين، أثر ابن عمر في البخاري، ابن عمر بخاطب واحد من الخوارج، قيل من الخوارج وقيل من الرافضة زي ما نقل ابن حجر، في النهاية ما صحابي زول مبتدع إما خارجي وإما رافضي شيعي يعني، فقال لو كقتالكم على الملك، ده ابن عمر ده صحابي. إذن الصحابي الجليل ابن عمر العالم الفقيه رضي الله عنه وراك اللي كان بيقاتله من أجل السلطة والملك والدنيا منه الخوارج. عشان كده علم اللي بيتكلم عن الخوارج ذاتهم قال الخوارج طلاب دنيا، دارين الملوك ودارين السلطة ودارين كده ودارين كده. فكلام العثيمين ما قال الصحابة أبدا، جيب شرح البخاري للعثيمين، ما قال الصحابة، قال حصل القتال في صدر الأمة، وصدر الأمة الآن علمت بالنصوص إنه كان فيهم شنو يا جماعة؟ فيهم الخوارج، فيهم غيرهم، فيهم غيرهم. وأصلا الفتن اللي حصلت بين الصحابة العلماء قالوا من العقيدة زي ما قال في الواسطية والإمساك عما شجر بين الصحابة، ما يجوز تدخل تحشر نفسك بين الصحابة. الشافعي قال تلك أو غيره قال تلك فتنة عصم الله منها شنو يا جماعة؟ ألسنتنا سيوفنا فلنعصي منها شنو؟ ألسنتنا. من العقيدة بإجماع السلف والعلماء إنه ما يجوز تفتح الموضوع ده ذاته وقد تحكي للناس. ومحمد مصطفى فتحه عمل فيهم ما يقارب 25 إلى 30
لقاء وجلسة بين لقاء وجلسة ومحاضرة وندوة. وقال اقتتلوا بالسلطة وتحدى السعودية كلها قال. وقال اقتتلوا بالسلطة في المحاضرة الأخيرة وتحدى الكرة الأرضية كلها. الفوزان نصحوا. الفوزان قال ده إما متسرب من الشيعة وإما ما درس العقيدة ولا يعرف كتب العقيدة. ما نحن قلنا كده إنه ده كلام الشيعة وهو متسرب من الشيعة. ما نحن ده الفوزان. محمد بن هادي المدخلي نصحوا. قام رد على محمد بن هادي المدخلي قال مدخلي ولا مخرجي قال. وطلع الفوزان عنده عقيدة بتاع التكفير. ده محمد صبا نفسه خلاص. وعبيد الجابر رد عليه. فده ما كلامنا نحن ولا احنا ضللناه، انما العلماء هم ضللوا ما نحن يا جماعة. دي مسألة. المسألة الثانية ابن عثيمين نفسه ما قاصد الصحابة، لأن ابن عثيمين نفسه عنده فتاوى كثيرة وتسجيلات الآن ممكن نسمعكم لها. قال مجرد تفتح الموضوع بتاع الصحابة ده دي قال مشكلة، ويوقعك ذلك في الضلال ويزيدك ضلالا. فكيف ابن عثيمين يحذر كده وهي يقول الصحابة اقتتلوا في سلطة؟ ما والله ما قال ابن عثيمين، وبريء من ذلك تماما. وما قال أحد بذلك زي ما قال ابن تيمية إلا ابن المطهر الرافضي الشيعي، هو اللي قال الصحابة اقتتلوا من أجل السلطة. سكت ابن تيمية في منهج السنة النبوية، أقرأ كتاب موجود يعني، قال الصحابة لا علي لا معاوية ولا الصحابة ولا أحد منهم حصل بينهم خلاف، مجرد خلاف من أجل الخلافة فضلا على أن يقتتلوا فيها. قال خلاف نغاش ساي ما حصل بيناتهم، لأنه ما في واحد منهم من الصحابة رضوان الله عليهم ما في واحد منهم كان داير له خلافة ولا سلطة ولا دنيا. يا جماعة ربنا قال رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ده الله قال عمون صحابة ذاته. ربنا سبحانه وتعالى قال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة الآية. ربنا قال اتقوا الله وكونوا معه الصادقين. ربنا قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعون بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عن دين الصحابة. ما في، أنا أقسم بالله ما في صحابي كان داير له دنيا. ناس سكنوا مكة وعندهم مواشي وأموال وبيوت وأملاك، أول ما نادى منادي الهجرة تركوا كل حاجة كل حاجة وهاجروا إلى الله وإلى رسوله. يبقى دايرين دنيا كيف؟ عن صبا قال دايرين دنيا، قال اقتتلوا بالسلطة، قال كان عندهم هوى. أسمعك لي الآن صورة وصوت من محمد مصطفى فده باطل خلاص. أما زول يقول لك والله يا أخي الكلام باطل لكن الشيخ كويس، الكلام اللي قاله منه؟ قالته الشجرة البرة دي ولا قاله زول؟ ما هو الكلام ده طلع من قلب زول، والزول ده قال أنا ما بتوب، مسجلة فيديو. فوزان نصحوا مين؟ نصحوا قال ما بتوب، تعال بدعني قال. أنا ما شفت ركوب راس أكثر من كده والله، شيخنا وكان أحب لينا من أي زول فيكم، ونصحناه شهور لحد ما مرقوا مننا شباب شيخ أحمد ده يعرفوا مشهد على الكلام ده، قالوا إحنا ملكلكين ذاته. ليه؟ لأنه صبرنا عليه ونصحناه وعملنا بوصايا العلماء. لما رفض شهنا كلامه أنا ده، رسلته للفوزان، رسلته لعبيد الجابري، عبد الرحمن محمد محي الدين، محمد بن هادي المدخلي، رسلته لهم أنا حفظهم الله. بعد ذاك ردوا، ورسلت لهم فيديو مش كلام صيغته أنا بمزاجي زي ما بقول، فيديو ربنا بيشهد على الكلام ده من فوق سبع سماوات. هم سمعوا وطرحوا لهم طلبتهم، قالوا لهم جاوبوا ده الكلام يعني، ثاني أنا ما أعرف أسوي شنو أكثر من كده. فده كلام باطل، مش خطأ صغير من باب كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، ما خطأ صغير، لأنه هو قال ما بتوب واحد. اثنين ده ما خطأ صغير، ده خطأ في العقيدة، وبمرقك إذا ما مرقك برا الإسلام بمرقك برا السلفية. أفتح أي كتاب سلفي، البربهاري، الواسطية، الطحاوية، اللالكاي بتاع شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، أفتح أي كتاب يقول لك من عقيدة أهل السنة، مش تتهمهم اتهام باطل زي ده. كونك تفتح الموضوع بتاعهم قال لك ده خلاف عقيدة أهل السنة، تفتح ساكت بس تحكي للناس، بس تحكي بس حكاية بس، قال فلان وقال فلان وده كتل فلان وده كتل فلان، ده بيبدعك، ده باطل. خلي تفتحه وتكذب عليهم كلام ما مكتوب، كلام اللي بيقوله ده كله بيبتره، ونحن ردينا عليه تلقاه في اليوتيوب نقطة نقطة وحرف حرف. كلامه اللي قاله فينا عافينا له في المحاضرة يومتها، هسه بعفي له، هسه عافينه له، لكن كلامه بالصحابة كيف؟ هل أنا بستطيع عافيه وحقي أنا؟
حق الله يا شيخ. لما زمان ناس يتكلموا بالصحابة، واحد قال الصحابة أكالين وكذابين وخوافين ما بيمشوا المعارك، وده في النهاية بدندن حول الدنيا، يعني انهم دايرين دنيا. ربنا قال قل أبي الله ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ده كلام خطير يا ناس. انت كسلفي ما تزعل لما يتكلموا مش في شيخك، فيك التزادك ما تزعل. ليه؟ لأنه قبيل قلنا الدين النصيحة. نحن ما زي الصوفية يا جماعة، نحن ما زي الصوفية. انتوا الآن أنا بتكلم في مجتمع بتاع ناس نحسبهم موحدين، ناس من أهل السنة، انتوا بتختلفوا. عرفت كلامي؟ انت المفروض لو جابوا لك كلام بدليل المفروض تضحك ليه ضرسك. ليه؟ لأنه ده الكلام اللي بيوافق منهجك. الإمام مالك ما قال وما منا أحد إلا راد ومردود عليه إلا صاحب شنو يا جماعة؟ القبر. النبي عليه الصلاة والسلام. فأنتوا تختلفوا من الصوفية ومن المدلقانين دي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، إذا ذكر النجوم فأمسكوا، إذا ذكر القدر فأمسكوا. صلى الله عليه وسلم صححوا الألباني. طيب في سؤال ثاني؟ فضل فضل يا شيخ. نعم. سؤال، هل الصحابة معصومين؟ خلي براحته ماشي. نعم نعم. معصومين؟ نعم. ولا ما معصومين؟ نعم. الأكيد ما معصومين. نعم. زي ما قال ابن تيمية، قلت الكلام هذا سوقته. الكلام ده نحن لقيناه قال ابن تيمية، ومنهم من قاتل لهوى لنفسه. ده قال ابن تيمية ولا روح المصطفى. الشيء اللي علمناه يعني الشيء سمعناه. لكن عندنا الصحابة بالرغم أنه خطاهم هم مغفور لهم. وهم أفضل الناس. وهم ما رأت البشرية ولم ترى البشرية أفضل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم مهما كان فيهم، لأن ربنا قال الآية اللي حضرتها، الله قال ومنكم من يريد الدنيا. إبقى هم بشرية، لكن الله جل وعلا يعني تجاوز عنهم أو ما يباس بهم على مدى الزمن والتاريخ. حتى في الأمم السابقة في أتباع الأنبياء هم أفضل الناس وأكمل الناس وأدهى الناس، لكن بعد ده ما معصومين. ودي قال ابن تيمية، قال لأنهم ما معصومين. الكلام ده قالوا في مجلد انتوا عرفتوه مني أنا. ونحن الكلام اللي بنقوله ده من زمان تعلمنا الدعوة دي، بنعرف أنه الكلام سائل غايب. هسه أنا ما بفهم سائل، لكن بعرف بميز بعقلي، مش بميز بقدم عقلي على النقل. لكن الكلام ده كله انت احتملت الاحتمال للشيخ العثيمين انه قال كده وقال كده وقال كده. ليه وانت ذاتك بنفسك احنا سمعناك انك بررت محمد مصطفى وقلت ما قصده كده. حسنا اللي انا جيت قلت قصده كده. انت ذاتك بنفسك. ابقى نحن بناخد الكلام ده انت ما قصده كده. ونزول ده نحن سمعنا محاضراته، الشيء اللي الله بيسالنا منه يوم القيامه ما سمعناه. سمعنا نقل نب عن علماء. ده الشيء اللي الله بيسالنا منه. حسنا كان الله جابني قال لي السماني تعال. مصطفى ده قال شنو؟ قال له والله النقل قال ابن عثيمين قال كذا وابن تيمية قال كذا وفلان قال كذا. انا ما سمع، انا برايي هسه ما سمع. يعني انا بجد بده يسالني منه منو؟ ربنا. قال له يا اخي انت مزمل ده، شوف مزمل ده قال شنو؟ قال له والله قال كذا. اما الصحابه نحن والله ما بنتكلم فيهم ولا بننتقصهم ولا بنجي التراب بنمشي عليه. التراب بنمشي عليه. الصحابه نحن لو كنا في محلها نحن والله نكون هنيئا لنا. فالآية دي منكم من يريد الدنيا، وأن هل الصحابة معصومين صح ولا غلط؟ والكلام اللي قاله ابن تيمية ده أنت ممكن ترجع عليه ولا قولوا لينا؟ وقالوا كثير مكتوب يمكن يكون عند يوسف دار معاه. قال شنو ابن تيمية؟ يعني بالمعنى يعني ما مشكلة. ال بتاعت عندهم هوى. لا ما عندهم هوى ومنهم. ما قال عنده هو. نعم ومنهم ما بس بالمعنى. هذا ساق الكلام زي العثيمين. نعم. العثيمين سمعنا صوتا قال منهم متأولا. نعم نعم. ومنهم من قاتل لرئاسة. نعم نعم. ومنهم من قاتل لسلطة. نعم. وكلهم وهذا القتال يدور على اثنين. نعم نعم نعم. يدور على اثنين، إما شبهة أو شبهة. نعم. سمعناه. نعم. والعثيمين مكتوب كتابة قالوا لي محمد يوسف أنا ما قريت. كويس. محمد يوسف وصول قال لك أنا مكتوب كتابة. كويس. في صحيح البخاري. نعم. يبقى نحن الصحابة إذا كان في غزوة هي الجمل صحيح متأولين
ومفروض لهم مهندسين فيهم الخوارج وفيهم قتلة عثمان، هذا مسلم ده يعني فيهم ناس كثيرة دايرين الفتنة دي أوسعوا فيها معروف. لكن في 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 خلافة معاوية والحسن أو معاوية بعد ما قتل علي رضي الله عنه، هذا الكلام أنتم ذاتكم سمعناه يعني في البخاري فيه، ونحن ما من لو تكلمنا أو لو سمعنا نحن ذاته الكلام ده ما بينفع معنا، أسد ذاته ما بينفع معنا. ليه؟ لأنه دايرين نمرق رقبتنا من الحتة دي، دايرين نمرق رقبتنا. الزول الداري يناقش الحتة دي يمشي يناقشها مع ناس بيقدروا يمرقوا منها، نحن ما بنمرق منها. ما في داعي تنطرح لنا ونقول ذاته. محمد مصطفى قال كلام الله بيسأل منه، وانتوا قلتوا كلام الله بيسألكم منه، ما في داعي تدخلونا في حته زي دي محترق زي ده يا جماعه، ده بشيل بفهمه. طيب طيب في داعي نرد على اسئلتك؟ سالتني ولا ما في داعي؟ انت ما سالتني. خلاص في داعي، في داعي. طيب سؤالين ديت، هل الصحابه معصومين؟ نعم. ولا ما معصومين؟ كويس. طيب ومنكم من يريد الدنيا؟ طيب اول حاجه جزاك الله خير، نرد عليك على السؤالين. قبل الرد، انه ما نحن طرحنا الموضوع ده كما هو معلوم بشهاده الجميع، يعني انه طرحوا محمد مصطفى ما نحن. طيب كويس. والان انت يعني سالتني سؤالين دار اجابته، فنحن ما فتحنا الموضوع ده ابدا والله. نحن بنرد على شبهات طرحها محمد مصطفى في الساحه. هل الصحابه معصومين؟ ودي البدايه بقى محمد مصطفى محاضرات اصلا يبدا دائما بالكلمه. اي ما انت يا اخي، انا والله والله يمكن اسمك ما بعرفه، فما بتهمك الا بباطل ولا بكذا. انا برد على كلامك وبجيب يعني اشياء حقيقيه حصلت. فكلمه ما معصومين الصحابه، ما في زول قال معصومين. العصمه للانبياء والرسل، ما في زول قال معصومين الصحابه. لكن كون الصحابه رضوان الله عليهم ما معصومين، ده ما ليك انت، ده ما بيسعف محمد مصطفى عبد القادر عشان يقول هم كتلوا بعض من اجل الدنيا او السلطه او الهوى او الملوك او الخلافه. رغم انه الصحابه ما معصومين، لكنهم خيار خلق الله اجمعين بعد الانبياء والمرسلين. دي اول معلومه. ثاني معلومه، كلام ابن تيميه انه قاتل منهم من قاتل لهوى في نفسه ومنهم من قاتل. محمد مصطفى عبد القادر للاسف قرا الجزئيه الاخيره، وانا رديت عليها في المحاضره الاخيره، ردينا فيه على كل شبهاته الجديده الجابه عشان يثبت بين الصحابة فعلا كتلوا بعض من أجل السلطة والدنيا والخلافة إلى آخره. قرينا الكلام بس من البداية ما عملنا إيش. ابن تيمية لما قال ومنهم من قاتل من أجل هوى، في معنى كلامه ابن تيمية احترز، هذول زكي سلفي من أئمة السلفيين، قال اتكلم عن العسكرين المعسكرين أول شيء. بعد ما جاب كلامه عن كلمة المعسكرين قال منهم، منهم راجع لمن الضمير؟ للمعسكرين مش للصحابة. وانت قريت معانا انه المعسكرين كان فيهم شنو؟ خوارج، كان فيهم سبئية عديل، اتبع عبد الله بن سبا اليهودي بيحرشوا بين الفتن. فابن تيمية يتكلم عن المعسكرين، قال منهم يعني من المعسكرين ديل، من قاتل لهوى في نفسه، وانا ذاته بقول كده من المعسكرين. ليه؟ لأن يعني المعسكرين كان فيهم خوارج ومنافقين ومجرمين، وبالتأكيد ديل دايرين شنو؟ ديل أصلا دايرين السلطة والخلافة وغيره. لأنه ابن تيمية نفسه اللي قال الكلام ده نفسه في منهاج السنة النبوية، قال ما في واحد من الصحابة، لا علي والناس المعاو الصحابة صحابة، لا معاوية والصحابة المعاو، اختلف مش اقتتل، مش قتل، اختلف نقاش ساكت من أجل خلافة. ما في خلاف، قال ما في، قال فضلا على ان يكون قتال، قال قتال ده خلي اصل قتال من اجل الخلافه ما في او السلطه ذاتها، قال ما في خلاف كان من اجل شنو يا جماعه؟ خلافه، خلاف صحيح ما في. يبقى كلام ابن تيميه ذاك يهو كلام ابن تيميه ده، عشان كده فهمناه كده. وكلام العثيمين لما فهمناه انه ما قاض الصحابه، لانه ابن عثيمين بيقول الصحابه شنو؟ الصحابه ما تفتح موضوع واذا فتحته انت بتضل وتزيد ضلال، والصحابة نحترمهم ونقدرهم. يبقى ابن عثيمين ما قاصد الصحابة انه كانوا دارين دنيا ولا خلافة ولا شنو يا جماعة؟ ولا سلطة. ده الكلام بيفهم كده. لكن محمد مصطفى لف ودور عشان يوقع الكلام انه الصحابة دارين السلطة وكتلوا بعض و وقال عديل.
قال الصحابة اقتتلوا في السلطة واقتتلوا في الملك واقتتلوا في الخلافة وكان عندهم هوى وقام لف على ابن تيمية قطعه. ابن تيمية هو تكلم عن الصحابة تحديدا، تكلم عن المعسكرين، والمعسكرين انت تعلم انه فيهم صحابة وفيهم خوارج وفيهم غير الصحابة، بل فيهم منافقين عديل زي ما ذكر ابن أبي العز الحنفي، جوا في المعسكرين في منافقين. وهل الصحابة منافقين؟ ده المنافقين ده البراهم، والصحابة ده شنو يا جماعة؟ براهم. ده الموضوع. منكم من يريد ما دار يجيب لك باقي النقاط عشان ما تفوت علي النقاط. تفضل تفضل مش نديك راحتك تبع الليل. تفضل. لكن برضو الآية أصحابها معاه وإن طائفتان من المؤمنين فأثبت الله لهم الإيمان ولم ينفيه عنهم. نعم. أثبت لهم اقتتلوا فأصلحوا بينهم. نعم. فإن بغت إحداهما على الأخرى فالله جل وعلا هنا سماهم طائفتين ومن المؤمنين. نعم. جماعة. نعم. لكن إذا نحن ما قلنا الكلام ده الكلام ده قصده ما بنعدله حاجة بس اشرح لنا الآية دي ومنكم من يريد الدنيا. طيب. اقتتلوا اللي انت جبتها هنا يعني سؤال جديد اهي فاقتتلوا وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما خلاص الى اخر الايات من سوره الحجرات. الايه دي ما في اصلا اقتتلوا في سلطه ولا كده ولا سؤالك شنو انا ما فهمت يمكن ما فيها الكلام انا قلت كده لا انا ما قلت كده دقيقه شيخ منو سماني انا ما قلت الصحابه اصلا ما اقتتلوا ما حصل بيناتهم قتال انا قلت كده انا قلت ما اقتتلوا من اجل السلطه وده خلافنا مع منو يا جماعه مع مصطفى كونوا يقتتلوا الايه جزاك الله خير يا شيخ السماني بينت انه حصل قتال بين المؤمنين خلي المنافقين والخوارج بين المؤمنين الصحابه الصادقين ديل حصل قتال مش زي كده القتال كان من اجل سلطه او دنيا في صحابي ضبح اخوه معنى الكلام كده اخوه ضبحه عشان هو داير يقلع منه سلطه فيه انت بتتصور كده ما في ما حاشا يا ناس ده خلافنا مع محمد مصطفى هصوب يقول اقتتلوا خلاص وحصل بيناتهم دم من اجل السلطه والخلافه والملك كلها قالها ودي مسجله موجوده بالفيديو في الموبايلات خلاص دي قالها ده محمد مصطفى اما حصل بيناتهم قتال حصل والقتال حقيقته شنو فتنه حصلت بيناتهم ما في زول من الصحابه كان داير سلطه لكن المحشورين من المنافقين والخوارج اللي هم ما صحابه ديل دايريننا وده كلام ابن تيمية وكلام ابن عثيمين ينزل هنا في شرح البخاري لابن عثيمين والفتاوى لابن تيمية ده المعنى الكلام خلاص أما موضوع وفي حديث ثانية في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان من المسلمين يكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة ففي قتال حصل بين الصحابة في الجمل وفي صفين وكذا لكن ما في زول قد قتل اخوه من اجل سلطه ولا في صحابه كان نتو الدنيا اصلا خلاص اما الايه منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره الايه برضو ما قالت كتلوا بعض من اجل شنو؟ كتلوا بعض من اجل سلطه ولا دنيا ولا ملك ولا خلافه خلاص انما هو عتاب من الله سبحانه وتعالى في واقعه معينه ادب بها قوما معينين او اشخاصا في أحد أشخاصا معينين وليس معناها إنه الصحابة كتلوا بعض من أجل سلطة لأنه في أحد ذاته ما كان قتال بين صحابة وصحابة وإنما كان قتال بين صحابة وشنو يا جماعة وكفار عدي المشركين وده يرجع لكلامك يا شيخ السماني جزاك الله خير قبيل إنه الصحابة مالهم ما معصومين خلاص في واحد زنى في ولا ما في الله غفر له ولا ما غفر له انتهت المسألة طوالي خلاص واحد شرب خمر عبد الله بن حمار وكان يؤتى به عند النبي عليه الصلاة والسلام خلاص وبعد ذاك واحد أراد أن يتكلم فيه بكلمة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوه أو لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله بعد ذاك ترك الخمر وتاب بل الصحابة ذاتهم فيهم عدد كبير أصلا ما ولدوا في الإسلام الجفيهم الإسلام هم أحياء زي ناس عمر الخطاب رضي الله عنهم وغيرهم أصلا كانوا كفار عديل خليه يريد الدنيا وأخطأ ورجع لا كفار عديل مشركين لما أسلموا وتابوا ورجعوا الموضوع انتهى ولا ما انتهى انتهى لكن كلام محمد مصطفى يقول القتال اللي حصل بيناتهم ده من أجل السلطة من أجل الدنيا من أجل الخلافة والملك فده كلام ودي شبهات أجاب محمد مصطفى دي يا شيخ السماني خلاص أنا داري تكون منصف والله دي قدمها في طبق من ذهب للرافضة وللشيعة
لما نلقوا زول بيتهم لهم الصحابه بالاتهام ده وعلماءك انت وعلمائي انا اللي بنتفق على انا وانت الفوزان ومين ومين نصحوا قال ما بتوب وطلع ده تكفيري وسب ده وقال محمد بن هادي ده سب على المنهج السلفي انا ما عارف ركوب راس اكثر من كده وروني له هسه الان انا في محاضرتي لو غلطت انت نصحتني اتق الله كلمه دي باطله لانه الله قال والرسول قال ما بتوب ارجع بتوب انت ده لو غلطت ما بتتوب تتوب ينصحك الفوزان ومحمد بن هادي يركب راس يقول ما بتوب تعال بدعوني انا والله ما بعرف ركوب راس اكثر من كده تفضل تفضل طوالي اي ذو عنده كلام يقول يا ما والله ان شاء الله اسمع كلامكم بصدر رحب قبل انت قلت حاجه لا الشيخ ده انا قبل ما جاوبت له في حاجه قالها تقريبا ولا جاوبنا على كلامه تفضل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أول شيء جزاك الله خير يا شيخ على زيارتكم لنا. نحن أبناء الليسيد ما بنعقد ولا وبراء للمركز العام ولا لجماعة أنصار السنة المحمدية. وأكبر دليل على ذلك مسجدنا مفتوح، أي زول داير يقدم خير للناس يقول حق نحن معاه. دي المسألة الأولى. المسألة الثانية يعني في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة محسر لما خلأت القصواء وأغرب تفسير لها أنه حرنت والصحابة قالوا حرنت النبي عليه الصلاة والسلام التمس لها العذر قال ما خلأت القصواء وما كان ذلك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل لما ابن حجر شرح الحديث قال التمس النبي عليه الصلاة والسلام العذر لحيوان فكيف بأفاضل البشر إذا عرف منه بالعقيدة الصحيحة ومجابهته للشرك والدعوة يعني فيحمل ما عليه ما كان من عادة قديمة وسؤالي برضو يعني إذا كان الشيخ أخطأ ونحن الكلام ده ندين الله سبحانه بيتع ما بنعتقد الكلام ده أنه ما بنعتقد أنه الصحابة اقتتلوا في السلطة الكلام ده عندنا باطل ولكن يعني الشيخ إذا أخطأ يرد عليه ويتكلم عليه في المارك زي الناس الدعاة الشرك والناس اللي بيدعوا الناس لعبادة نفسهم والطواغيت يعني انتوا انا بفتكر انه حصلت في المسألة الشيخ الحظوظ النفسية ورد على الشيخ زي ما يرد على الصوفية وشهر به حتى وان اخطأ في مسألة كثيرة والنبي عليه الصلاة والسلام اعتذر لحيوان فكيف بأفاضل البشر وجزاك الله خير كلام اي زول بصدر رحب يعني ونجاوب له زي ما انتم برضو نحسب انه صدوركم رحب يعني واسئله كلها طيبه وبادب انا ما في ايوه انا عشان كده قلت لهم في حاجه ما ردد عليها على كلام او ما جاوبت عليها يعني زادنا ما نسميها رد يعني نسميها جواب قال شيخ السماني قبيل قال انا ذاته برأته دي انت ما ذكرتني برأته محمد الصبح صح صح حصل في جلسه في دار السلام سوق ليبيا بنقاش انا وبعض الشباب محمد صابر قلت له محمد صابر القادر المسألة دي تنازل منها أو بهذا المعنى لأنه فعلا عمل محاضرة في الكلاكلة في مسجد الإيمان في الكلاكلة اللفة نحن حاضرين قال يا جماعة الصحابة اختزلوا بالسلطة خلينا خلاص لا دقيقة لا جايك مش ده كلامي ده كلام محمد صابر لا جايك لي كلامي أنا ما أدري أحكي لك القصة يا شيخ السماني لأنه جايز أنت تكون ما من البداية ما متابعة ما حاضرة فمحمد صابر في مسجد الإيمان في الكلاكلة اللفة بس انت اسمع لينا النهايه حتى تتضح لك المساله. قال الصحابه اقتتلوا بالسلطه خليناه. ده منو؟ ده مش انا. ده محمد صابر عبد القادر. قام بعد ذاك حصلت جلسه سوق ليبيا اللي هو عندكم دي المسجله دي. طوالي بعديها طوالي لقيت واحد بيقول محمد صابر قال اقتتلوا بالسلطه وده كلام باطل والشيخ يسب الصحابه. قلت له لا ترى محمد صابر امبارح ولا كذا قال الصحابه اقتتلوا بالسلطه الكلمه دي خليناه. برأته بعد ذلك بدأت أبرر فيه وده أكبر دليل والله يعلم نيتنا إنه نحن ما دار له الشر يا ود اللي سيد نحن ما دار له الشر مجرد ما قال خلينا طوالي شلنا طرنا بيها قلنا ناس يا جماعة الزول ده خلاه تاب منا نحن نبرره منا خلاص حتى الناس قلت شنو فضل خلوه يا جماعة إيه ما خلوه خلوه يا جماعة فضل فضل يا شيخ الحسين طيب قلت شنو قلت في بعض الشباب قالوا الشيخ محمد مصطفى
قال كده، هو نعم. ما قالته كده، الزول ده قال ما قالته كده، انت تقول قالته كده كويس بيه. ما قالته كده حتى رددتها لو دايره كويس. يلا ده كله يا جماعه الكلام ما هو نفس المعنى يعني، كل الكلام ده نحن برأناه هسه الان قلت لك في عده مجالس برأناه. ليه يا جماعه؟ ليه برأناه؟ لانه هو قال كده، بقينا نبرر هنا ونبرر هنا، لانه والله داير للخير. نحن البرع كنا بنرد عليه في حياته وننصحه داير للخير، خليه ده، عرفت الحته دي؟ فعشان كده كنا بنبرره بالفاظ كثيره وعبارات كثيره، دي منا ودي منا وديك منا، وفي الفاظ ثانيه كثيره. لكن لما جاء عمل محاضره الاصابه كانت بعد كلامي ده خلاص، وقال اقتتلوا السلطه ودق الكتب رد كده، شفتوها كلكم تكونوا، وتحدى السعوديه كلها. ده دي كان المشكله هنا. وقبل المحاضره دي بنجيبها لك يا شيخ الوسيله، قبل المحاضره دي يا مشايخنا الافاضل، قبل المحاضره دي انا مشيت لحمصاوي في البيت لقيته زعلان مني انا وبكر، قلنا له يا شيخ اعمل المحاضره عننا نحن. قال انا والله شوتكم واسوي، قلنا له شوتنا، لكن موضوع الصحابه ماله؟ اكفلوا اكفلوا، شفت كيف؟ قلنا له اكفلوا، تكلم عننا والله ولا سالنك ولا حرد عليك، ويبقى وين الحظوظ النفسيه؟ حتى بالمحاضره ردينا فيها اسمها النقد محاضره الاصابه، ردينا فيها على الاصابه حقته في المعرض. اول كلمه قالها شيخ ابو بكر تكلم قبلي، قال كلامه فينا عفيناه، وما قال ولا ما رد ولا عن نفسه ولا كلمه، مع انه الكلام اللي قاله فينا كذب على صبر. ابو بكر قال عفيناه لوجه الله، لكن كلام الصحابه ما نعفيه، وبدا يرد بالكتب، لا نبذ ولا شتم ولا حاجه. انا بعدك دخلت بعدي وقلت كلامه فيني عفيته، هسه ارجع عليها. اما كلام الصحابه ده الله بيسالنا منه يا جماعه، لانه يبقى حب لنا محمد مصطفى يا الصحابه يا الصحابه. ونصحناه جزاك الله خير، ونصحناه نصحناه نصحناه شهر او زياده، لما بعض الشباب قالوا احنا ملكلكين، شيخ احمد يعرفه نصايح ثقيله، يا شيخ توب يا شيخ ارجع، الرجوع للحق فضيله. المهم ده كان الموضوع يعني. طيب النقطه الثانيه، قال لي شيخ يروبيو وما شيخ يروبيو، ودي كان سؤال قبيل انا نسيته برضه. في فريق يا اخواننا الافاضل الاعزاء بين الخطأ، ابن تيمية في المجلد 28 من الفتاوى قال الزول لو عصى الله بينه وبين نفسه، جاب لك ازازه بتاعت خمره مثلا ودخل جوا اللوضه وشربها كع 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 كع، وما طلع برا ولا قال الخمره حلال ولا دعا الناس انه يشربوا الخمره، ده انت حرام تجي تعمل لك ميكروفون ولا منبر تقول والله فلان ده كذا كذا كذا، حرام. الله ستر واستره، لكن تنصحه فيما بينك وبينه، لانه فعل الذنب بينه وبين منه؟ بين ربه. ده ابن تيميه، ده خلاصه كلامه، انا اجيبه لك بالدارج يعني عشان يتفهم. قال اما اذا الزول اعتلى المنابر وعمل المحاضرات واصل لبدعه او باطل واجب الرد عليه، قال باتفاق المسلمين. باتفاق المسلمين، ده في المجلد 28 الصفحه 232 ل 231 32 وانت ماشي. مجلد 28 صفحة 230 231 وإنت ماشي لقدام. قال واجب، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق شنو؟ المسلمين. الفوزان قال إذا ما رديت على زول نشر بدعة وإنت عندك علم، ما شرط تكون عالم، نحن هسه ما علماء، لكن شغالين من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. الفوزان قال إذا ما رديت المنكر اللي إنت عندك عليه الدليل، قال الله بيلعنك والملائكة تلعنك ويلعنك اللاعنون. وطوالي قرأ الآية من البقرة، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم شنو؟ اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. نحن من الباب ده، بعد حاجة بترجع لنياتنا. يا إما أنا بتكلم عن خطأ الزول ده من اجلي، والله يا اخي عندي معه مشكله شخصيه، او شكله ما عاجبني، او قبيلته ما عاجباني، يا اما انا بتكلم من اجل الله سبحانه وتعالى، دي بعد حاجه جوا بينه وبين ربنا، خلاص؟ طيب، فمساله التشهير وما التشهير، الكلام ده بعمومه كده باطل. زول نشر بدعه في الملأ يرد عليه في الملأ. ابن تيميه ذكر هذا الكلام. نعم، وزول تشرف الملأ ليه؟ لأنه الناس اللي في الملأ اللي تضللوا ديل، أنا مشيت
سوق هناك من درمان جمع عمارة البرير اسمه شنو، مشيت موبايلات وموبايلات لقيت الشباب عندهم دقون زيكم كده خلاص ومحسوبين على أهل السنة والله الذي لا إله غيره. قال لي شيخ مزمل تعال اشرب عصير، قعدت بس قعدت كده لقيتهم بوراي بيتناقشوا سلطة ما سلطة سلطة ما سلطة، عينت كده لقيتهم بيقولوا الصحابة اقتتلوا بالسلطة، وامبارح الشيخ محمد مصطفى جاب كتب وأصل للمسألة وجاب الدليل يبقى الصحابة اقتتلوا بالسلطة. أنا دمعت والله، أي بنفسي أنا أسوي شنو يعني؟ أقول محمد مصطفى كلامه صح والصحابة كانوا دارين الدنيا، شفت كيف؟ وأقول الصحابة والصحابة اقتتلوا بالسلطة ولا أدافع؟ والله مش إن بقى محمد مصطفى، إن بقى أبوي أجابني من صلبه قال الكلام ده ونشره في المنبر أنا برده في المنبر قبل، عرفت كلامي؟ لأنه دار صحابة يا ناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال الله الله في أصحابي لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد صحابي ولا نصيفة. تتكلموا كيف؟ تتكلموا كيف؟ إذا كانوا الناس اللي لمينتوا الناس برا تلميذه بنقول له يا أخي نفس الحجة اللي قلتها قبيل، وأنا ما قلت عليكم أنتوا قاصدكم أنتوا، في ناس فيهم كلامي غلط دي من باب الإلزام يعني اليوم للناس المتعصبين اليوم. قلنا ليه الآن محمد مصطفى شغله ده من أجل الدنيا، خدت يدينه في راسه. قلنا ليه كيف شيخك يقول بالصحابة وأنت ترضى؟ سكت لما انفاتوا الناس ما قدر يتكلم، لأنه ده منطق منطق واضح. إذا أنت ما بترضى إنه شغلك من أجل الدنيا، ترضى الصحابي يتكي أخوه ويطبح التغ من أجل السلطة؟ يا ناس ده كلام كيف يا جماعة؟ ما لكم كيف تحكمون؟ قلنا لهم كده. فده ده الحاصل يعني. مسألة الشيخ أخطأ و30 سنة اشتغل دعوة ما دعوة، لو اشتغل 300 سنة وقال الكلام ده ما في لعبة كورة، قالوا الصحابة يا ناس يا بشر، قالوا الصحابة أنا ما بسكت إلا يتوب. تاب والله يشيله واخدته فوق راسي ده، وكنا شايلينه فوق راسنا والناس كلها بيشهدوا فوق راسنا كنا شايلينه، لكن لما مسألة تبقى صحابة أو محمد الصفا صحابة بس انتهى البرنامج. جزاك الله خير، جزاك الله. طيب انا ما عندي سؤال، انه هسي كلامك كان واضح وسمعنا احنا في المحاضره، انا بعد سمعت المحاضره كلامك ده انا قلت ما سمعته، احنا بس دارين دليل على اساس نسمع الكلام ده شفاهه بس ما اكثر من كده. الاي بس كلام محمد مصطفى مباشر، انا سمعته في يختطل من اجل السلطه على حسب كلمه ما قلتها. هسا شباب يدوك له ان شاء الله فيديو الان بحضروك له، ما فهمت السؤال؟ لا لا هو داير انه كونه محمد مصطفى ذاته قال الكلام ده هو ما سمعه، جزاه الله خير، فهمت الحته دي؟ انتم ما سمعتوه لكن هو ما سمعه. ما في مشكله، ما في مشكله، يدوك ليه طوال ان شاء الله. شلنا كتب فننا عديل كده، فننا شلنا كتب العواصم من القواصم من هاي السنه النبويه لابن تيميه وا 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 البدايه والنهايه لابن كثير، انا وبكر اداب وشهاب ودكتور معز دخلنا معه في المكتبه طلعنا الناس الباقيين برا، انا زول دار ندي مكانته. شوف ايوه لا 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 اصبر بس شيل لي صبر شيل لي صبر. قلنا لا يا شيخ في كتب هنا قريناها ويمكن نحن ما فهمناها، يمكن نحن شنو ما فهمناها، دايرينك الحين اقرا لنا الكتب الصفحات دي فهمنا ليه، ما جبنا موضوع الصحابه ذاته، واي صفحه هنا خاتين فيها موضوع شنو الصحابه انه ما اقتتلوا سلطه، ابن تيميه قال ابن العربي مين 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 وفلان قال انه ده كلام الشيعه و اقرا يا شيخ. اخونا شهاب مدل الكتب كتاب كتاب، بيفتح الكتاب يقول اه ده قريته قبل 20 سنه، يخطه والله زي ده يخطه يخطه ما يئسنا بعد ما يئسنا. عزمناه عشاء في محل الشيء جنبه ذاك، ودي هو قال في المحاضره قال قال اكلوني شيء قال عشان يلعبوا علي وما عارف شنو، نحن اكلناك شيء عشان تهتدي مو عشان نلعب عليك، نلعب عليك كيف؟ لو بنلعب عليك نلعب عليك بشيء ما ناكلك نبك ولا دوم رخيص خلاص. اكلناه شو محتاج وقلنا كده لا الوقت ذاك اكلناه انتهينا منه. قلنا لا يا شيخ انت شيخنا وعالمنا والله زي ده خلاص، انا مسكت يدينه لما دمعته انا ذاته، قلت له يا اخي الرجوع الى الحق الرجوع الى الحق ما خلاص الله بيسالني منها، انتوا في النهايه ما بتملكوا لي حساب ولا بتملكوا لي رزق ولا انا محتاج لزول فيكم،
ده كلام الله بيسألني منه. يا شيخنا قلنا انت حبلينا من اي زور وعلمتنا الدين و و و و ارجع وتوب. لا لا وانا بقيت نفر دين المرة الثالثة شايلين شيء الصباح والزلابية في البيت ده كله عشان نلطف شنو يا جماعة؟ ما انت زول لو عامل منك هاجس اول حاجة بتلطف شنو؟ الجو خلاص فتلطيف الجو ونضحك ونتونس في النهاية دردقنا للموضوع يا شيخ وكذا والموضوع ده عمل فتنة بين الشباب ويا حبذا لو انت تراجعت او قلت فيه راي السلف او 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 يتنفر ثاني ثالث رابع 30 يوم او 35 يوم اعلن المحاضره. جيت لحكته قبل يوم قلت له يا اخ بكره المحاضره دي خليها. قال انا بكشفكم. تلاقي اكشفني ابو بكر موضوع الصحابه خليه ان ما قدرت تتراجع ما تذكروا ثاني. قال لا انا وانا عمل المحاضره قال اقتتلوا بالسلطه وتحدى السعوديه بعد والله يقولنا يا ذا يا الصحابه عملنا محاضرة المعرض رضا من رضا وابا من ابا. واي كلمة حرف قلت من ربنا بيسألني منه الان تقال شغل مسؤولية امامكم انتم ما تسووا حاجة امام الله عز وجل. كلام ده ربنا بيسألنا منه ردينا عليه وخلينا كلامه فينا ادينا البحر ولا لا قعدنا ندي البحر. لكن الكلام الصحابة ما نخلي والله ينرضوا الناس ان كوركوا ده كلام باطل وده كلام الشيعة ما كلام زول تاني. تفضل. اختلف معي بعض الناس في شنو يعني انا كان قلت لهم يا اخواننا اي زول يغلط في الدين لازم الناس يردوا عليه وقالوا لا لا ما تردوا عليه. ها في النهايه قلت لهم يا اخواننا ثاني شنو المسجد اللي شنو اي اصلي وعمل فيه نصايح ومش لكن كونوا اوافق محمد مصطفى عبد القادر بانه الصحابه تقاتلوا في السلطه وما اتكلم عنه يا ثاني ما اتكلم في مسجدكم. قالوا لي اي ما اتكلم. بالنهايه هذول اتبرأت منه لكن انا اسال الله تبارك وتعالى اي زول سلفي شنو ربنا يدخل له حب الصحابه في قلبه لحد ما شنو يعينا براعه من محمد مصطفى يعني مش من كلامه كله لكن من كلامه في الحته دي بالذات. جزاك الله. تفضل. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. الشيخ ربنا يبارك لك في دعوتك. عليت في حته في علماء اكبر منك في حتات ما دخلوا لا دخلت عشان ربنا يرزقنا ويرزقك الاخلاص. المسائل اللي دخلت فيها ما في زول الجرة دخل فيها. لو دخولك فيها وقفت على ذكر الاخطاء حاولت تتجرد من شنو؟ من اشياء من اي اشياء من حظوظ نفس. تبين الاخطاء وتقيف في مشايخ كبار الله بيذكرهم بيناتهم انه الحتات اللي دخلت هذه توفيق من ربنا وربنا وفقك وربنا يعين. منعتهم اشياء ما يقولوا في كلامك ولا كذا لكن لو تنازلت لشيء من حظوظ النفس ان شاء الله ربنا يوفقك دنيا واخر. جزاك الله خير. الشيخ محمد مصطفى عبد القاهر في محاضرته الاخيره دي نقل له اثر أثر بعد موت علي بن أبي طالب أنه معاذ بن أبي سفيان سأله ردة في الخلافة ذاته قال أنا في الخلافة أولى منه ومن أبيه للحسن بن علي لما الحسن بن علي كانوا دارين بعيوب الخلافة فقام رد عليهم قال أنا الخلافة دي أولى بيها منه من أبيه. لأنك تشرح لنا دي لأنه محمد مصطفى ده قال سيد اللباء في محاضرته الأخيرة. هو مش الحسن بن علي هو عبد الله بن عمر معاذ بن سفيان خطب الاثر في البخاري تقصد مش اثر البخاري اللي ذكره في محاضرته الاخيره بتاعت محمد صاحب عبد القادر عشان اصل بين اقتتل بالسلطه يعني شوف ذاته العناد صراحه. فقال ذكر اثر البخاري ونحن جبناه برضه في محاضرتنا البعد حقته اللي ردينا فيها على الاخيره جبنا كلام ابن حجر في المساله خلاص انه اصلا معاذ بن سفيان قال الكلام ده ما لانه هو كان داير الخلافة ولا السلطة ما قال أولى بالخلافة وكذا إنما قال الكلام ده قال من كان يعني أحق به منا فليطلع لنا قرنه فلا نحن أحق به منه ومن أبيه. ابن حجر اتكلم شرح العلماء دي ما خلوش السلف الصالح قال أصلا معاوية قال الكلمة دي لرأي فقهي خلاف فقهي بينه وبين ابن عمر مش الحسن بن علي بينه وبين ابن عمر خلاص حتى ابن عمر قال فحللت حبوتي
كتار أقوم. قال فتذكرت الآخرة والجنة وما أعد الله فيها من النعيم وأن لا أفتح باب فتنة أو باب شر. قال فجلست. كلام ابن عمر قصده شنو؟ كلام معاوية قصده شنو؟ معاوية قال نحن أحق به منه ومن أبيه. ابن حجر قال الخلاف كان في مسألة فقهية ما كان في سلطة ولا خلافة. مع مصطفى قال الخلافة، لا العلماء قالوا خلافة. المسألة الفقهية شنو؟ المسألة الفقهية معاوية كان يرى رضي الله عن الجميع وأرضاهم، كان يرى إنه الحكم ده الأولوية ما للزول الآمن وأسلم أول، إنما الأولوية للزول القوي في هذا الحكم. إن خير من استأجرت القوي الأمين. معاوية كان يرى إنه القوي في الحكم ده هو ده أولى، وابن عمر كان يرى إنه الأقدم سلما، أي نعم، والأقدم والأعظم شنو؟ فقها. خلاص يعني كان شنو يا جماعة؟ كان خلافهم في إنه مش معاوية ولا ابن عمر الأولى، لا أفهم كلامي بالدقيقة، مش الأولى ابن عمر ولا معاوية، ده محمد مصطفى صوره كده. الخلاف في إنه منو الأولى في الدنيا، الأولى منو ده بيرى، دقيقة يا أخي بس نقول لك كلام ابن حجر، ده بيرى إنه الأولى بخلافته، خلافته سميها مثلا ما محمد صوى كلامه ما هنا، إنه الأولى في الدنيا دي يحكم خليفة سميها أي شيء، يحكم الزول الأسلم أول والعنده فقه كثير وعلم كثير. ده ابن عمر كان بيرى كده، مش بيرى نفسه، مش بيرى لنفسه، يرى في المسألة الفقهية إنه يحكم منه في الدنيا دي. إذا لقينا زول عالم وأسلم أول ولقينا زول تاني قوي في ملكه، أنت حاولوا فهم معي الحتة دي، مش إنه معاوية بيرى نفسه أو ابن عمر بيرى نفسه زي ما صور محمد مصطفى عبد القادر. خلاص الأحق منه، هل الأعلم والأقدم سلما ده بجانب، ولا هل الزول اللي بيحكم قوي في الحكم؟ معاوية كان يرى القوي في الحكم، خلاص، وابن عمر كان يرى الأسلم شنو؟ أول، مش لنفسه ابن عمر أو معاوية زي ما صور محمد مصطفى، قال لك سلطة وخلافة وده كان دائرة وده كان دائرة، يبقى خلافهم في الحتة في الحديث ده كان ده دائرة وده دائرة، يبقى قتالهم كان في سلطة وخلافة. لا يا أخونا الوسيلة أو أخونا السمان، عرفت كلامي؟ ده ابن حجر قال كده، عشان كده وأكبر دليل كلام ابن عمر، قال فحللت حبوتي ودار أقول له الأولى في الدين في الإسلام الأولى كذا. قال فتذكرت الجنة والدار الآخرة وما أعد الله فيها من النعيم وأن لا أفتح باب فتنة. قال فجلست. فقال لي أحد أتبع معاوية أحسنت وأصبت وعصمت. يبقى منوين اللي كان داير حكم لنفسه؟ اختلف مسألة فقهية زي أنا الآن وإنت نختلف، منو الأحق في الإمام؟ مش بنقصد مسجدنا ده بتعبانت، لا، في الفقه يعني في الفقه الإسلامي الأولى إما الناس منو الصوت جميل معي أنت ولا الأحفظ أكتر؟ ده كان الخلاف بيناتهم، مش معاوية كان دايره وابن عمر كان داير يقوم له زي ما صور محمد مصطفى، وانت الآن بتقول لي بتدندن حول المسألة، لا دي المسألة، ده كلام ابن حجر، أعلى ابن حجر ولا محمد مصطفى؟ بعدين الحديث ما فيه وراد إنه الاثنين ما دارين خلافة، كيف؟ ابن عمر قال فتذكرت الجنة والدار الآخرة، هذه محمد مصطفى ما قال ليه؟ دي ما قال ليه؟ ده أكبر دليل إنهم ما دارين شنو يا جماعة؟ ما دارين دنيا ولا سلطة ولا خلافة، وده كلام ابن حجر في المسألة، عرفت الحتة دي؟ ده الكلام. ومعاوية ذاته ابن حجر قال ومعاوية بالطبع كان يرى فضل هؤلاء ابن عمر وأبي عليه، فإن معاوية كان يقر بالفضل لعمر وابنه. ده ابن حجر برضو ذكر، فده الكلام يا جماعة. فوالله محمد صوف فتح باب شر وفتش له شبهات، هو بقى زي ده يسأل وده يسأل فكاه في الناس، هذا برضو ما نرد عليه؟ يعني أنا ربي عدي كده أكون قاعد وعلى كيف الناس ولا جميع. انت طيب اشغل لك او ده فيديو، اشغل لك فيديو، اشغل لك فيديو. قال الصحابة اقتتلوا بالسلطة واتحدى السعودية كلها. سكت انا سكت.
قال انا عندي الدليل في الكتب دي وادله كثيره جدا على انه الصحابه اقتتلوا بالسلطه صراحه، يعني ما في اي لولوه الباطل بتاعه ده. وبيرد عليه حتى لو يزول زعل، وانا ما اظن انكم انتم اصحاب اهواء، لكن لو بيزول زعل ذاته لو فرضنا عرفت والله برد. لا دين يا ناس، لا دين، ما فيه لعب. جزاكم الله خير. سنة على فهم السلف الصالح، ما قلنا مصطفى عبد القادر قال كذا وكذا وكذا، بس ما قلنا هذا. في واحد في ناس المسجد الله يسألكم قلتوها، في زول بيتناقش فيها كم الشيخ احمد ده كم مره ذكرها لنا، بس نقلها لنا نحن ذاته بعيدين من الحته دي خالص. يعني هسي نحن درعتنا الموضوع ده بسبب ما عندنا فيه شغل. ما تنقلوا لنا الله يهدينا ويهديكم يا اخي، لا تقاتلوا ولا ما تقاتلوا، ما تناقشناها اصلا، ما في داعي تجرونا لحتة زي دي. والله انا بشوف ده شر. بس نحن دارين قران وسنه على فهم السلف الصالح. الله قال كده. انت ما هي جبت الفيديوهات دي؟ جبتها عشان احمد، جبتها عشان احمد، جبتها عشان احمد، جبتها عشان احمد. طيب بس ما دارينا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دار أتكلم في ثلاثة نقاط إن شاء الله. هاي النقطة الأولى من هذه النقاط، أن الدين مرجعية الخلاف فيه بالنسبة لأهله، لأن الدين أصلا ما فيه خلاف، الدين ده كله حق. والدليل قول الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الدين ده حق ما في نقطة باطل. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. دي نقطة. الناس إذا اختلفوا، اللي هنا أهل الدين، أهل الدين مش الدين في نفسه، أهل الدين، مرجعية الخلاف أو الاختلاف، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه شنو؟ إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ده أحسن تفسير، وده أفضل شيء تعالج به المشاكل والخلافات بين الناس. دي نقطة. النقطة الثانية من النقاط، مسألة الكتاب والسنة. ونحن ما دارين طوائف، ما دارين جماعات، ما دارين كذي. يا ناس الكلام ده بقولوا لإخوان المسلمين، مو بقولوا سلفيين أو ينتسبوا للدعوة السلفية. نحن بنمشي المساجد بنلاقي الصوفية، بنلاقي الإخوان المسلمين هنا اللي بيقولوا الكلام ده. ليه بقولوا الكلام ده؟ لأنه عندهم تناقض. بيجوا زي سي الأسبوع السووه هنا في رفاعة، ابن تيمية والتصوف، ده عنوان لمحمد المنتصر: قاتله الله حيا وميتا إن لم يتوب. دي مسألة. وعندنا ما تاب لياسي، قاتله الله. دي نقطة. الليلة الناس اللي بيجوا بأصلوا الباطل، ويقول لك ما تجيب اسماء ناس وما تجيب المشايخ، والناس اللي ماتوا بعد يومين بتلقاهم شغالين محمد بن عبد الوهاب، وانتوا تابعين للوهابية. محمد بن عبد الوهاب ده مش زول، اي زول، حي ولا ميت؟ ميت. دقست معانا لأنه عندك مشكلتين. مشكلة الأولى إنه زول، والمشكلة الثانية إنه ميت. مع إنه زول عالم وداعي التوحيد نحبه في الله، وما دعا عليه باطل وإنما دعا إلى التوحيد والحق، وما بننتسب له نقول نحن وهابية زي ما بقولهن، لا، ونحن سلفيون ولله، نحن السلفيين ولله الحمد، ونسأل الله يثبتنا على ذلك. فالكلام ده أجابه شنو؟ إنه الصوفية بقولوا ما تجيبوا أسماء، وبجيبوا محمد بن عبد الوهاب، وبجيبوا ابن تيمية، وبجيبوا غيرهم، وبقولوا ما تجيبوا الأموات، وبجيبوا ديل. لما نناقشهم بيقولوا يا أخي النازل عندهم كلام نحن بخالف، بيختلف معاكم انتوا، بخالفكم انتوا، لكن كلام يخالف الكتاب والسنة لما نجيبوا مشايخكم ونجي الرد، المسألة دي بتبقى ما بتتحملوها. نحن نتحمل، ها قال كذي، قال وين فيها كتاب؟
والله ما عارفين، لكن قالوا عنه غايته كذي، قالوا دي ما بتنفع جيب كتاب. دي نقطة. الليلة المرض ده اتسرب لبعض الناس ولك يا أخي احنا ما دارين آية حديث، والكلام ده ما عن طريق الآية والحديث. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ده من أجل أنواع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن يحذر من أهل الباطل وأن يذكروا أحيانا بأسمائهم، تذكرهم بأسماء عديل، تقول كذي دف قال كذي ورد كذي، ولأن الناس عندهم غرض مع الأسماء. هسي الليل المسجد ده نقطة وشبر، إذا قلت في زول قال الصحابة اقتتلوا في السلطة يقول لك باطل 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 باطل، محمد مصطفى قال كذي، يا هاب تقوم زي الكعة دي. معناه المشكلة في شنو؟ معناه في مشكلة تانية، ما في حاجة اسمها عقيدة الولاء والبراء وفي الحب في الله والبغض في الله. يقول لك أنا فلان بحبه في الله، ها كيف انت بحبك في الله؟ دي مش عبادة؟ أي زي ما بتحب في الله عبادة، تبغض في الله شنو؟ عبادة برضو من العبادات. والآيات والأحاديث نحن جبنا الكتب دينا دي وذكرنا الأسماء، وحتى أنصار السنة، مش الناس بتقول أنصار سنة أي، والمركز العام أي، جبنا الاستجابة بتاعت المركز العام، جايبين ناقلينه عن أيوب صديق من الجريدة إنه برود على البرأي. تاني في شنو؟ ديل حتى أنصار السنة، مش بيقولوا أنصار السنة أي، حتى أنصار السنة جبنا بيجيبوا، ولا ذلك يجيبوا ونحن ما نجيب، ولا كيف؟ دي نقطة من النقاط. يبقى تذكر الأسماء والآيات والأحاديث الواردة في هذا الأمر كثيرة، منها قول الله تعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، ومنها قول الله تعالى إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، ومنها قوله تعالى وأضلهم السامري، وآيات ذكرت الطوائف وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. بعد ذاك انت بتذكر الطوائف وكذا، وده من الدين ديانة لله تعالى. دي نقطة. في السنة من النقاط، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أقواما بأعيانهم، واستدل على ذلك، استدل ابن تيمية رحمه الله كما في كتاب إجماع العلماء في الهجر والتحذير من أهل الأهواء، ده مقدم له الشيخ عبيد ابن عبد الله الجابري وغيره من ثلاثة علماء مقدمين له، وألفه خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى. الكتاب ده من الأدلة اللي استدل بها، قال في البخاري ذكر حديث ذي الخويصراء التميمي، وذكر الحديث وإنه اعترض أو جاء وقال له ما هذه قسمة أريد بها وجه الله، وقال اعدل فوالله ما هذه قسمة أريد بها وجه الله، قال ويحك إن لم أعدل فمن يعدل، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. ده قدامه. قال فلما تولى الرجل أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال دي اللي استدل بها ابن تيمية رحمه الله، قال أشار إليه وقال يخرج من ضئضئ هذا، قال قوله هذا تعيين، هذا ذا ما تعيين، وبعد تولى يعني شنو؟ يعني انصرفوا ما خلونا يا معدل الناس دارين يمشوا ويمرقوا كذا. أنا بتم الكلام دين الجامع قاعدة المروحة دي برا، بتم الكلام لما ينتهي خلي نتم إن شاء الله تعالى. دي نقطة. فلذلك انت عارف المسألة دي، ودي مسألة أخ ذكروها وذكروا فيها إجماعات، ذكر إجماع عن الإمام النووي وترجع كتاب الأذكار جبناه هنا، ذكرنا المسألة فيها باب ما يباح من الغيبة، وكتاب رياض الصالحين باب ما يباح من الغيبة، وفي كتاب مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة جاب باب ما يباح من الغيبة على ذكر آفات اللسان. والمسألة هنا غشناها كثيرا يعني في فهم المسألة دي، هنا بقت واضحة. تذكر أسماء ما في حاجة اسمها تجيب لنا آية وحديث وما تجيب لنا أسماء. ما آية هذه الناس قرأت القرآن ده كله قرأته لسه بتشككوا أو في إنه كلام الزول ده باطل وما باطل ووا إلى آخره، وشبه تدار إلى الآن وتفند شبهة تفند ولله الحمد. بعد ده الناس يقول لك لا نحن في النهاية الكلام ده ما دارينه هنا وما محتاجين له وكذي، لا محتاجين له، كلام انتشر في الآفاق. ياخذ نقطة. النقطة الثالثة والأخيرة مسألة الهجر والشدة، لأنه في بعض الناس يقول لك يا أخ خلاص عرفنا المسألة دي باطلة، لكن كمان نحن نسمع الحاجات الثانية والمسألة الباطلة دي شنو خليها بجنبه ونعمل حسابنا وكذي. الشغلة دي كيف؟ النبي عليه الصلاة والسلام
حديث في البخاري من رواية عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وذكره ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لرياض الصالحين، لما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لولده بلال بن عبد الله، وبلال رحمه الله كان غيورا، وده شأن التابعين وشأن الصحابة من قبلهم، فمنع أو أراد أن يمنع النساء من إتيان شنو المسجد، فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله شنو مساجد الله. فقال: والله لنمنعهن. فقال: أقول لك قال رسول الله، وتقول: والله لنمنعهن، والله لا كلمتك، أو قال: لا كلمتك. قال ابن عثيمين رحمه الله: فما كلمه حتى مات. ليه؟ قال له الرسول قال كذي صلى الله عليه وسلم. الرجل ده اللي هو بلال قال لأبيه، ده ما بلال الصحابي الكبير، ده قال لأبيه قال: والله لنمنعهن. أدى الحديث ده طوالي، قال له شنو ما منمنع، قال له نحن منمنعين، وقال له في الحديث: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قال: لا كلمتك. قال: فما كلمه حتى مات. الهجر دمنه الصحابي، هجر منه، هجر ابنه، وما جلي ولده جاءوا بالراحة وكذا، والأسبوع الأول والثاني وشهر كامل الشغل هذه طوالي كذي، ده كذي لا ما كذي. هل ده كلام صحابي واحد زي ما بقول كشة، زي ما بقول هو كذي؟ هل المزال هذا حق الصحابي واحد؟ ما صحابي واحد، الشغل هذه طوالي. في عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال لقريب له في رياض الصالحين، قال وقد رآه يحذف، قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الحذف. قال لي: أخي الشغل حصحاصة خدتها بين أصبعيك وتعملها كذي، وبين فقال أنها لا تصيد، لا تقتل صيدا ولا تنكأ العدو، وإنما تفقأ العين وتكسر السن. قال: فعاد فحذف، فرآه يحذف، فقال: أقول لك قال رسول الله، وتعود: والله لا كلمتك. ده الصحابي الكم الثاني، قال: والله، قال: فما كلمه ثاني، ما تكلم معه. زول يدو حديث: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، لا بيتكلم، وبعد يتكلم ما بناقشه نقاش، يعني نقاش تفصيل العلماء زي ما في شرح السنة للبربهاري الفوزان حفظه الله، يتكلم عن المسألة صفين والجمل، وفي النهاية يتكلم عن المسألة وإنه في خوارج وفي ناس بتاع فتن وكذي، ومشى طوالي وذكر آية وذكر حديثا، فذكر الآية قال: وما قال والصحابة وما حدث بين الصحابة لا يذكر إلا من باب الاستغفار لهم والدعاء لهم. الدليل ذكر دليلين: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. قال له: لا تمنعوا. قال: والله لمنعونا، لا كلمتك. أمسكوا، ما بمسك، لا كلمتك، بس ما فيش، أمسكوا، لما بنمسك نتكلم، وكل يومين نجيب شبهة، خلاص لا كلمتك، لا كلمتك، ده بيني وبينك. اثنين: اتكلمت في الملأ يرد في الملأ، تبت، ده المقصود، دي كل النقطة. والمسألة دي الناس ما تخرج منها بأنه شنو بس الصحابة وكذي، وإنه خلاص نحترمون وكذي، لا، نحترمون وما نرضى كلام فيهم، والبيتكلم فيهم نهجره، والبراف غزاته نهجره، البراف غزاته والبدافع عنه نهجره في الله تعالى. ودي نصوص ذكرت، والمسائل دي فصلنا فيها كثير. النقطة الأخيرة، وإن كان دي أربعة معلش ثلاثة، لكن دي رابعة، نحن جبنا الإخوان دي جزاهم الله خير، أو جو بارك الله فيهم، وتكبدوا المشاق وفي أشياء الله يتقبل منهم، جو من أجل أن يردوا شبهات، والشبهات دي ردت وبينت ولله الحمد وفصلت تفصيل. الزول بيقعد يسمع لما يتم له الكلام، وتاني يعترضوا عليه واعتراض مباشر، ويصبر لما يتم الاعتراض ويتحمل ويكتب ويبدأ يرد، وتاني يقاطعوه وبرضه يصبر لما يتم، وبعد ده
لسه الزول مصر انه انه او انه في نفسه شيء عليه. نحن ما نحكم بما في الضمائر، لكن الله تعالى قال عن إخوة يوسف: وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. ديل بيجوا من هنا، ديل يا أخ بيجوا بقعدوا هنا، ناس بيجوا مرات يخرمجوا، زي ده بيجي بخرمج وبيمشي هناك بيجي بخرمج، ما بتعرفوا انت بتعرفوا ده بيجي بخرمج، تجي تسلم عليه ومحترمه وكذا، وده زول جاك ما بنقول ما تسلم عليه، تبقى مارق وضيق وما دايرين وما دايرين، لا دايرين، دايرين الشل برض الله تعالى حتى نلقاه. ودي شبهات أزيلت، وتاني لو في شبهات هسي تناقش، لكن أنا قايل شبهات أزيلت، نكتفي بهذا القدر. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، آية بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. وصية القحطاني: بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.